طرح ثاني بسموه مجموعة المجموعات. هاي اللي خبصنا فيها قبل شوي. الآن لو ترى إن أنا عندي أنا مجموعة اسمها سين فيها العناصر 1 و2 فيها كم عنصر؟ عنصرين 1 و2 بس أنا خط يعني 1 و2 بس على التسهيل يعني مش أكثر من هيك. بدي أكتب مجموعة القوة بسموها جد مجموعة القوة للمجموعة سين. جد مجموعة القوة للمجموعة سين. مجموعة القوة يعني مجموعة المجموعات. شوف أول شغلة لازم تعرفوها لما نيجي نكتب مجموعة المجموعات، أول مجموعتين بكتبهن دائما فاي والمجموعة نفسها، هذول إجباري، هذول يعني كل مجموعة هي مجموعة جزئية من نفسها وفاي مجموعة جزئية من كل المجموعات اللي في الدنيا. شو ظل عندنا؟ ظل نكتب المجموعات الأحادية، يعني بنكتب الواحد كعنصر في مجموعة مستقلة لحاله واللي بعده الاثنين في مجموعة مستقلة لحاله. شايفين هاي العناصر اللي أنا كتبتهن مع بعض؟ فاي مجموعة 2 مجموعة 1 مجموعة 2، هاي اسمها مجموعة القوة. دقيقة شو هسه بنحكي عن 2 و2. هسيات نيجي على لو كانت المجموعة ثلاثية، نفترض إنه سين هي مجموعة ألف باء وجيم، وبدي أطلع مجموعة القوة تبعتها. أول شيء فاي وسين ها نفسها، فيش داعي تكتب ألف باء جيم مرة ثانية، خلاص سين. هذول أول مجموعتين جزئيتين. الآن كل عنصر لحال كمجموعة بصير هذا بسموه مجموعة الأحادية. يعني كل مجموعة فيها كم عنصر؟ عنصر واحد. مجموعة ألف، مجموعة باء، مجموعة جيم. المجموعات الثنائية ألف مع باء، ألف مع باء. طب أكتب باء مع ألف يا جماعة؟ لا، مو ألف وباء هي نفسها باء وألف، ترتيب لا يهم في المجموعات. ألف مع جيم وباء مع جيم، ظل إشي؟ إذا حطيت المجموعات الخالية اللي هي فيها 0 عناصر، المجموعات الأحادية اللي فيها عنصر واحد، المجموعات الثنائية اللي فيها عنصرين، والمجموعات الثلاثية اللي فيها 3 عناصر اللي هي نفسها في البيت، روحوا جربوا لو بدك تكتبوا مجموعة رباعية. لو كانت عندك المجموعة الأصلية فيها ألف باء جيم دال وبدك تكتب كل اللي هي المجموعات الجزئية منها، كم عنصر بيطلعوا؟ كم مجموعة بيطلعوا؟ كثير. كم بالضبط؟ لا أكثر. 10 يعني. شوف هذا بنطرح سؤال، هسا إحنا هنا جاوبنا على سؤال رئيسي. شو هو السؤال؟ اكتب مجموعة القوة، اكتب يعني اذكرهم، احكي لي إياهم. طب أنا بقدر أعرف كم عدد عناصر مجموعة القوة قبل ما أكتبها؟ بقدر. في له قانون، قاعدة سريعة. المجموعة الأولانية اللي أنا بديت فيها كم عنصر كان فيها؟ كان فيها عنصرين. دائما بتعمل 2 مرفوع على القوة نون. شو هي نون؟ نون عدد عناصر المجموعة، نون عدد عناصر المجموعة. 2 قوة 2 بطلع 4، معناته راح يطلع معك 4 مجموعات قوة. لما نيجي نشتغلها راح يطلع مجموعة القوة 4 مجموعات جزئية. مظبوط هي 1 2 3 4. طب تعال قبل ما نعدها لك، كم عنصر كان في المجموعة؟ 3. إذا القاعدة بتقول 2 أس 8، 2 أس 3 يعني 2 ضرب 2 ضرب 2، 4 بتطلع 6. إذا راح يطلع 8 مجموعات جزئية. مظبوط بيطلع 8 مجموعات، عدوهم. هاي مجموعة، هاي 2 3 4 5 6 7 8 اللي هي القاعدة شو بتقول؟ 2 2 دائما 2 أس عدد عناصر المجموعة. 2 أس 3 لو كانت 4 بيطلعوا 16 مجموعة جزئية. عرفتي ليش كتبنا هذيك مجموعة مجموعات؟ لأنه ممكن يكون في هاي الحالة إن هالمجموعة هي عنصر في مجموعة المجموعات ولو إنها شكلها مجموعة. طيب افرضوا إنه عندي سين تساوي مجموعة 2 و3، أو لا بدناش 2 و3، خلينا نبسطها مجموعة 2 بس.
سين هي مجموعة اثنين، صاد هي مجموعة خمسة. طيب مين يحسب لي هذه؟ سين في صاد يعني عشرة، مجموعة عشرة. ليش هي هاي ضربها؟ هسه هاي مش أعداد، هاي لو أنا سين لو كاتب أنا سين تساوي اثنين وصاد تساوي خمسة، مظبوط كلامكم، يصير سين في صاد اثنين في خمسة عشرة، بس هاي مجموعات. لا فيها ضرب، هذا بسموه الضرب الديكارتي، بسموه الضرب الديكارتي. في حالة ضرب مجموعتين في بعض، الناتج هو مجموعة من الأزواج المرتبة، مسقطها الأول من المجموعة الأولى ومسقطها الثاني من المجموعة الثانية. بعيدة، حاصل ضرب مجموعتين في بعض، حاصل ضرب مجموعتين هو مجموعة من الأزواج المرتبة، مجموعة من الأزواج المرتبة. ترى كلمة أزواج مرتبة شو بتعني؟ تعني إنه في ترتيب مهم، وبيكون المسقط الأول، هذا بنسميه المسقط الأول، يكون مسقطها الأول وهذا اسمه المسقط الثاني. مسقطها الأول من وين بده يجي؟ من المجموعة الأولى. مسقطها الأول من المجموعة الأولى ومسقطها الثاني من المجموعة الثانية، إجباري. طيب لو قلنا قصاد في سين خمسة تساوي مجموعة خمسة واثنين، مجموعة الزوج المرتب خمسة واثنين، هل سين في صاد تساوي صاد في سين؟ نعم. الجواب لا، خمسة واثنين غير اثنين وخمسة في هاي الحالة. شوف لو كتبتم على شكل قوس زي هيك تساوي مجموعة خمسة واثنين، هاي صح. دقيقة شو هذه اللي تصير أزواج مرتبة زي هيك؟ أنا أحكي لكم كيف بالضبط. أنت الأزواج المرتبة أشبه ما يكون في الواقع، بس للتقريب الذهني، يعني تقريبا الصورة للذهن، زي لما تروح تشتري حذاء، أنت بتقول أعطيني حذاء، ليش بعطيك فردتين؟ لأنه هو هيك بيجي فردتين. لما تقول أعطيني هذول كفوف تاعات الشتاء، هذول قفازات، قول أعطيني قفازات، قول أعطيني قفاز، شو بعطيك؟ ليش؟ لأنه هيك بيجي. إذن هذا هيك كله على بعضه خمسة واثنين، هاي اللي بالقوس بتعامل معها ككم عنصر؟ عنصر واحد. والترتيب فيها مهم. كيف يعني؟ أنت لما تشتري حذاء بصير تلبس الشمال في اليمين، لازم اليمين في اليمين وشمال في الشمال، إذن هذول عنصرين مختلفين تماما عن بعض. طب بناء على هذا الكلام، آخر نقطة، مجموعة اثنين وثلاث ضرب مجموعة ثلاث وأربعة وخمسة، كم بيطلع الجواب؟ نعمل أزواج مرتبة، أزواج مرتبة ممكن نسويهم بالبيان، يسرى راح نسويهم بيان. أولا أزواج مرتبة راح يطلع معاي اثنين وثلاث، اثنين وأربعة، اثنين وخمسة، دور الثلاث، ثلاث وثلاث، ثلاث وأربعة، ثلاث وخمسة. لو بنمثلهم بيانيا نعمل هيك، هنا بنحط عناصر المجموعة الأولى على المحور الأفقي، عناصر المجموعة الثانية محور الرأسي، هم اثنين وثلاث، النقطة هذه ايش بتمثل؟ بالضبط زوج المرتب اثنين وثلاث. طب النقطة هذه ايش بتمثل؟ النقطة هذه ايش بتمثل؟ تفهمين شو بعمل؟ بطلع عمودي هيك بروح اشوف هناك وين موجودة. ثلاث وثلاث، ثلاث وأربعة، ثلاث وخمسة. هل اثنين وثلاث هي نفسها ثلاث واثنين؟ أكيد لا. تقول طول عمرك بتعرفوا الأزواج المرتبة، بتلاقي موقع النقطة اثنين وثلاث غير موقع النقطة ثلاث واثنين، إذا ذول نقطتين مختلفتين تماما. بعدين لازم نبدأ محور السينات بعدين الصدر. لازم، ترتيب مهم، الترتيب مهم. تقريبا هيك المجموعات أتوقع بكون خلصين. المرة الجاية شو راح نأخذ؟ راح نأخذ المنطق اللي هي النتاعات المنطق.